مبادرات لإغاثة المنكوبين بفعل الأمطار الفيضانية الغزيرة في المناطق المحررة جنوبي الحديدة، ومطالبات شعبية بتوسيع هذه الأعمال الإنسانية لتكون عند مستوى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين. نناشد من كان عنده ضمير حي أو إسلام أن ينقذونه. السيل غمط البيوت كاملا بشكل عام كما تشوفون. هذا البيت غرقت بالكامل. أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية فلا يزال آلاف المتضررين يكابدون الحرمان بعد أن منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية المنظمات والمؤسسات الخيرية من إغاثتهم إلا عبر لجان القيد التي أعدتها لنهب المساعدات. تهام منكوبة ما تعني الكلمة من معنى. هناك أضرار خلفتها السيول والأمطار التي جرفت قرى كاملة ومسحت قرى من على أرض الخارطة. ربما تجنيه ميليشية الحوثي من الأموال من هذه المحافظة الغنية بالثروة التي المتعددة من الموانئ. رغم كل ذلك أبناء تهامة يعانون الحرمان في ظل سلطة الأمر الواقع ميليشيات الحوثي. أغيث الحديدة دعوات تقف دونها ميليشيا الحوثي الإرهابية، فيما يقدر مختصون في الاقتصاد بأن إيرادات شهر واحد من ميناء الحديدة تكفي لتلبية احتياجات المنكوبين في تهامة، لكن ميليشيا الحوثي الإرهابية تصر على منع المساعدات للمواطنين وتمعن في رفض إنقاذهم من عائدات ميناء محافظتهم المنكوبة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.